من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا. هنتعلم النهاردة نقرأ الإنجيل الحزين إزاي. احنا كنا خدنا في حصة قبل كده الإنجيل السنوي. احنا عندنا نغمتين اتنين للإنجيل، سنوي وحزين. السنوي طبعا كل أيام السنة، حزين في أسبوع الألام وفي الجنازات، وفي طريقة بندمج فيها الاتنين مع بعض في سبت الفرح في بوغلمسيس. بنقول نص الإنجيل سنوي أو نص حزيني ونص سنوي علشان نمهد لعيد القيامة، وإن احنا هنصلي فرايح ما يبقاش من الدار للنار. ففي في النص السنوي من الحزيني، خش سنوي شوية وبعدين الفرايح، معمول عشان كده. النغمة الحزيني، نغمة الإنجيل الحزيني، نغمة كلنا بنحبها، بس للأسف مش بنعرف نقولها كويس. وكتير مننا يطلع يقرأ إنجيل الحزيني يقلب سنوي، بيبقى مش مالك النغمة كويس، يعني يقول المزمور حلو والمقدمة كويس، ويجي لما يخش على الإنجيل تلاقيه لوحده كده قلب سنوي. والعكس، في ناس تيجي تقرأ سنوي تقلب حزيني، متعود. طبعا الموت بتاع البصخة لوحده بيخليك تقول حزيني، والستائر السوداء كمان الدخلة زوكساس كيريه اللي أنا بديها لك دي هي بتدخلك على إنجيل حزيني. طيب خلينا أسمعكم حاجة كده في القداس كلنا عارفينها تفكرك دايما بالنغمة الحزينة. لما أبونا بيصلي بيقول إيه؟ واهدنا إلى ملكوتك لكي بهذا كما أيضا في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. واخد بالك؟ نغمة واحدة لحمتهم لك في بعض علشان تثبت في ودنا. نعمل حاجة كمان، وأيضا فلنشكر الله الآب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى خوك ونخدم اسمك القدوس من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. يلا معايا، من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. نغمة بسيطة قوي، دايما خليك فاكر الجزء بتاع أبونا من أول أولئك يا رب الحد فلنشكر أيضا فلنشكر، ثلاث قطع دول نفس النغمة الحزيني، هي هي زي ما أنا عملت دلوقتي. طبعا ممكن ناس حد يبدأ إزاي؟ من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا، على حسب صوتك بقى ما يجيب، لكن خلينا ناخد النغمة إيه البسيطة قوي اللي أي حد يقولها. من مزامير أبينا داود النبي، المفتاح بتاعك في كلمة النبي معاك في كل الآيات اللي جاية اللي هي السحبة اللي تحت لي. من مزامير أبينا داود النبي، واخد منها بركاته على جميعنا. مثلا المزمور أنا مطلع هنا الساعة الأولى من يوم الجمعة العظيمة، ناخد المزمور اهو. لأنه قام علي شهود زور، لأنه قام علي
علي شهود زور. ناخد التالتة مثلا، شوف بداية المزمور بتبقى عاملة ازاي. بركاته على جميعنا، أما أنا فمستعد للصياد، ووجعي مقابلي في كل حين، قد أحاط بي كلاب كثيرة وزمرة من الأشرار أحدقت بي الليل. يا وقفلت المزمور. ناخد مزمور كمان، الستة من يوم الجمعة العظيمة مثلا يعني. خلينا ناخد التاسعة عشان الستة عارفين. أيوة رفضوك. ناخد التاسعة. اللهم احيني فإن المياه قد بلغت إلى نفسي، وتورطت في حمأة الموت. طبعا زي ما احنا عارفين النقطة، هنقف خالص، النقطتين هنقفل عالي وكله بيسلم بعض. يعني مثلا هنا عملنا ازاي؟ اللهم احيني فإن المياه قد بلغت إلى نفسي، وتورطت في حمأة الموت. بعد كده وجعلوا في طعامي مرارة، وفي عطشي سقوني خلان. الليلويا. وتقفل دايما الليلويا كده، الليلويا. يلا من مزامير معايا. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا. كمان ها. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا. مزمور الساعة التاسعة من يوم الجمعة، اسمع مني. اللهم احيني. وانت بتقرا برضه ما تجريش، خاصة في الحزيني الكنيسة بتبقى مليانة والناس بتبقى يعني عطشانة وعايزة تسمع وتتعزى، واللحن نفسه معز جدا، ولما بتقرا بقى كلمة كلمة الناس بتشعر بالنغم مع الكلمات وتعيش ال ايه؟ ايوه تأثر. يعني حاول تعيش الكلام اللي بتقوله. اللهم احيني فإن المياه قد بلغت إلى نفسي. هنا في فصلة. وتورطت في حمأة الموت. خلص. بعد كده وجعلوا في طعامي مرارة. علتها مرارة. تمام. وجعلوا في طعامي مرارة، وفي عطشي سقوني خلان. الليل يا. من مزامير ثابتة، المزمور بيتغير. في الحزينة مش بنقول قفوا ولا بنقول مبارك الآتي باسم الرب، ولو في أسقف موجود أو البابا موجود مش بنقول فليرفعوه في الحزينة خالص. والإنجيل في ناس أحيانا بتقول فليرفعوا حزينة، لا مفيش الكلام ده في حضور الآباء. في الإنجيل الحزيني مش بنقول أي حاجة خالص. يعني من مزامير المزمور اللهم ترأف علينا والإنجيل وخلاص على كده، مفيش فليرفعوا حزينة ولا الكلام ده. وبرضه الحزينة ما فيهوش مردات، أنت بتاخده من أوله لآخره. من يعني احنا هنديك زقصاصي هنستلم منك في الاخر نقول والمجد لله دائما على طول، فما تدينيش بقى الليلويا والحاجات دي، مفيش الكلام ده. طيب بعد كده اللهم تراءف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع الانجيل المقدس. في ناس احيانا بتقولها ليتراءف الله علينا، يعني دي او دي مش فارقه كتير يعني.
اللهم ترأف علينا وارحمنا. نحاول نحفظها. اللهم ترأف علينا، دي كلها مفتوحة اهي، يلا معايا. اللهم ترأف علينا مرة كمان. اللهم ترأف علينا، بص اللي جاية، وارحمنا وارحمنا كمان، وارحمنا. طبعا انت هتركب الحتة دي في الانجيل، يعني كلمة وارحمنا النغمة دي هتاخدها على كلمة في الانجيل كمان شوية، فمهم قوي ان انت تحفظها كويس. يلا اللهم ترأف علينا. ها، اللهم ترأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع الانجيل المقدس. وناخد نفس. فصل من انجيل معلمنا مار متى البشير بركاته على جميعنا بركاته على جميعنا كمان بركاته على جميعنا. وعلشان ما حدش هيرد عليك اقف وخد نفس وابلع ريقك واعمل اللي انت عايزه قبل ما تبدا في الانجيل عشان ما تقطعش، ولما تحس ان انت عايز تبلع ريقك يعني اقف عشان ما تقطعش في نص كلمه. ودايما الحزين بيحب الطبقه الهاديه، ما بيحبش العالي قوي. الحزين بيحب الطبقه العريضه، طبقه الشعر اللي هي الهاديه دي اللي احنا بنقول بيها دلوقتي. طيب خش بقى على الانجيل. فلما كانت الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا. شفت كلمة صرخة؟ يعني لو تقدر تعليها عن العادي عليها زي ما أنا عملت أهي. فلما كانت الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا. يعني حاول يعني تتفاعل مع الكلام اللي بتقراه، يعني لو مثلا في حتة حد بيمشي فيها ولما جاء مش عارف ايه ولما جاء الجنود مثلا، تروح خطفها شوية تقولها بسرعة. الحاجات دي بتخطف الناس معاك، الحته اللي بتعليها والحته اللي بتنزلها، الحته اللي بتعمل فيها محط واللي بتسرع فيها شويه، الناس بتخطفها معاك وتعيشها الانجيل معاك. يعني مثلا هكمل. وللوقت ركض واحد منهم واخذ اسفنجة وملأها خلاً. خلاً دي زي ايه؟ وارحمنا اللي خدناها من شوية. وجعلها على قصبة وسقى وأما الباقون فقالوا دعوه لنرى هل إيليا يأتي لينجي المحط اللي في الثانوي. بس الثانوي كلمتين بيردوا على بعض، هنا كلمة واحدة. بص اللي بعدها هيبقى عامل ازاي. فصرخ يسوع ايضا بصوت عظيم واسلم الروح. ده دي كانت اخر حتة، اخر جملة، معلش انا اسف ما خدتش بالي. فصرخ يسوع ايضا بصوت عظيم وأسلم الروح. طبعا لو غلطت زي ما انا غلطت دلوقتي وخلصت الانجيل من غير ما تختم، محدش هيرد عليك. حد يعني لو مش مركزين في الكتاب مش هنعرف ان انت ختمت، الا اذا بقى لو كان المعلم مصحصح
هيرد على طول. فآخر كلمة دايما في الإنجيل وأسلم الروح، كمان وأسلم الروح، تاني وأسلم الروح. طيب خلينا ناخد إنجيل كمان كده بسرعة. إنجيل الساعة 12 الأولاني. ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، هذا أيضا كان تلميذا ليسوع. في نقطة. فهذا جاء إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. شفت بعلي إزاي؟ فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد، فأخذ يوسف الجسد ولفه بلفائف من الكتان النقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا عظيما على باب القبر ومضى. بنقفل عند النقط، وتلاحظ كمان ان الشعب يفهم قوي معنى الجمل، انك لو ما قفلتش جمل في مكانها وسبت جمله مفتوحه على الثانيه مش بنفهم النص كويس. وكانت هناك مريم المجدليه ومريم الاخرى جالستين تجاه القبر. برضو باكد على الختام طبعا، وانت طالع تقرا انت بتبقى عينك على عارف هتقفل فين يعني. هم اخر كلمه تجاه القبر، علشان نقول والمجد لله دائما. خلينا ناكد بس على حاجتين اتنين من مزامير واللهم ترأف علينا والختام، واللي في النص كله لو تاه منك افتكر الجمل بتاعه ابونا اللي بيصليها في القداس. أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. المزامير. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. وهتقول المزمور وتقفل انت بدلله ياه. وبعد كده اللهم ترف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس، فصل من إنجيل معلمنا مرمى البشير بركاته على جميع. وتقول الإنجيل كله وآخر كلمة تعمل إيه؟ تجاه القبر. النغمة دي مهمة قوي في نهاية الإنجيل، بس كده تعيش لكل مرة، تعيش لكل مرة. ده احنا خدنا بركة على المدينة.